جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث يسأل ويقول: في الصلاة وفي السجود أقول بعد سبحانك اللهم وبحمدك: اللهم اغفر لي يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. أقول بعد ذلك: رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم متعني بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم أصلح لي زوجتي وأولادي وذرية أجمعين، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، رب زدنا علما وارزقنا فهمهما وحفظهما، جزاكم الله خيرا. كل هذا دعاء مشروع وهو جائز في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء أقمن أن يستجاب لكم. فيكثر المسلم في سجوده من الدعاء بما تيسر له من أنواع الأدعية في صلاح دينه ودنياه وآخرته وصلاح أولاده، والدعاء له ولوالديه وللمسلمين. نعم.